طبعا دلوقتي يعني فاكهة المؤتمر دكتورة سونيا بقى اهي. احنا اسفين يا دكتورة سونيا عشان حضرتك اتأخرتي في التوك بتاعك، احنا اللي اخرناكي، معلش سامحينا. التوك بتاع دكتورة سونيا shall we wait until hemophilic patient developed complication or act no؟ دكتورة سونيا هتجاوب لنا على السؤال ده في المحاضرة بتاعتها إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هو أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في شرف مؤتمر بورسعيد، مؤتمر الدكتور أسامة حسين. شكرا طبعا جزيلا دكتور أسامة حسين على دعوته للحضور هذا المؤتمر الجميل اللي احنا بنطلع منه كل مرة بتوصيات فعالة. وفي الحقيقه الموضوع الهيموفيليا it is not a recent issue، واحنا كلنا بنتكلم عليه حاجات كتير، لكن هو النهارده هنتكلم على الهيموفيليا في specific point، مش في مش كهيموفيليا جنرال. وال التايتل اللي كنا بنتكلم فيه، هل فعلا الهيموفيليا دلوقتي نو داي كومبليكيشن بتاعتها كان بي بريفنتد اند كان بي بروفيلاكتيك اور نوت، واذا كنا بنعمل لها بروفلاكسز او ان احنا بنعمل لها بريفنشن، هل ان دي حاجه سهله بالنسبه للبيشنت وبالنسبه للدكتور، وازاي ان احنا نشخصها، ومين الناس بتوع الهيموفيليا اللي هو ممكن. الصوت لو سمحت يا دكتور اسامه، الدكتور مجدي كان زعلان، احنا هو اللي الدكتور مجدي اللي عمل الصوت دلوقتي. طيب عشان برد، احنا لما نيجي نتكلم على الاوفر فيو بتاع الهيموفيليا احنا مش هنتكلم عليها، هنتكلم عليها بسرعه، حضرات كلكم عارفينها، اذا كانت هي عباره عن كونجينيتال او اكوايرد، والموست كومن فورمز بتاعتها هيموفيليا ايه وهيموفيليا بي، وان عباره عن ان الباسوي بتاع الهيميوستاتيك اكشنز، وايه اللي ازاي ان هو بيحصل، وايه هي الكلوتس ازاي بتتكون، وايه هي الانفستيجيشن اللي احنا ممكن نعملها. وانا مش هقدر اتكلم طبعا على اللاب انفستيجيشن في وجود استاذي العظيم الدكتور طاهر السرفي، فلكن احنا في عندنا حاجات اي بي سي احنا بنعملها لاي مريض بيخش عندنا، بنعمل له سي بي سي، بنعمل له بليدنج وكلوتنج تايم، بنعمل البي تي والبي تي تي. وفي الحقيقه كان في مره انا مش هقدر انساها بس هقولها بسرعه، الدكتور طاهر شاف ان في عيان عنده البي تي، فاكر دكتور الحكايه دي كانت برولونجت وما كانش لها سبب بس هو وصل لها. هنعمل هنبدا ان احنا ندور على الاسباب الثانيه بالنسبه للبليتلت والمورفولوجي بتاعتها والفانكشنز بتاع اخبارها ايه. مش هتكلم بالتفصيل عن دي لان دي عايزه محاضره لوحدها، الكاسكيد باسوي عشان خاطر يكون لي الكلوتنج فاكتورز. هو ما فيش مايك متحرك يا جماعه، علشان خاطر يكون لي الكلوتس وايه هي البنفيت بتاعتها بالنسبه للفاكتور 8 او الفاكتور 11 او الفاكتور سوري 11. لكن احنا هنتكلم بس اشكرك، هنتكلم بس مع حضراتكم على ان لو ان هي ان فاكتور 8 كان مش موجود، هل ان هو الكلوس دي هتتكون وهتبقى فيها الاستابيليتي اللي احنا عايزينها؟ لا، الاكتيفيتد فاكتور 8 ده بيبايند اكتيفيتد فاكتور 9، وان هو بياكتيفيت فاكتور 10، وعشان خاطر يكون لي الثرومبين اللي هو في الاخر بيديني الكلوتس الكويسه. لو عدم وجود هذا الفاكتورز هتؤدي الى ان حي عندنا مش هيتكون لي الكلوتس المطلوبه. يعني اذا الهيموفيليا دي يا جماعه هي عباره عن ديزيز بينتج من ديفكت في الكلوتنج فاكتور، وذر ات از كونجينيتال اور اكوايرد. يبقى لازم احنا نعرف يا جماعه ان في اباوت 1/3 اوف ذا كيسز اوف هيموفيليا is an acquired and not congenital. طب هل هي كلها لازم يكون الاب والام عندهم هيموفيليا، وهل هو عباره عن الكاريرز ولا هو الديزيز؟ ناخد بالنا لان احنا انا شفت شخصيا سوشيال بروبلمز كتيره جدا، وامتى ان الزوج ده مش عايز يستمر حياته مع مراته، لا الراجل الست دي مش هيستمر، انت السبب انت السبب. لا احنا انا عندي احنا يعني الحمد لله في الوحده عندنا حالات كتير جدا من الهيموفيليا، يعني فعلا عندي كميات كبيره جدا من الهيموفيليا الاب والام كومبليتلي فري. يبقى ناخد بالنا من الحكايه دي. طبعا دي الجيناتكس بتاعتها، يعني فور اكزامبلز اول فيجرز فوق على الشمال بيقول لو ان الزوج كان سليم وان الام كانت كاريرز، في الحاله دي ان عباره عن ان عندنا ان في بنت وولد احتماليه بتاعتهم هيطلعوا سلام، وان الولد هو المي افكتد لكن البنت هتكون كارير، وهكذا. دي يعني شويه جينز او جيناتكس مش هنخش فيها كتير عشان خاطر ما نضيعش الوقت. يبقى كان
لازم نعرف كويس ان about two third of the patient with hemophilia A with inherent deficiency او defect of factor 8, لكن التلت الاخير بيكون spontaneous mutation. ودوت الحاجة اللي احنا عايزين نقولها عشان خاطر السوشيال بروبلمز اللي بتحصل. فيجرز دي انا معديها علشان خاطر دي عبارة عن الباسوي بتاع الكواجيليشنز, وان الهيموفيليا دي احنا قلناها ان الهيموفيليا كمان اللي احنا عايزين نقوله ان الهيموفيليا A is much more common rather than هيموفيليا B. development of the inhibitor is much more common في الهيموفيليا A rather than B. الهيموفيليا دي لما نيجي ناخد هيستوري يبقى مش لازم يكون في بوزيتيف فاميلي هيستوري زي ما احنا قلنا, وهنا بكون essential to be discovered as early as possible عشان خاطر ما نوصلش للمشكله اللي احنا كنا النهارده فيها. كان البروبلم في الطلبه في الكليه على ان في واحد at the age of 3 years رايح يعمل عمليه لاول مره سيركمسيجن, وان هو developed massive severe bleeding ودخل في شوك وirritability, وللاسف الشديد عشان خاطر حظه اللي مش كويس جوي ينقلوا له بلاد, بعد 8 ساعات حصل له بلاد رياكشن, بدا يحصل له هيموليسيس. يعني اذا هو كان ممكن يبقى اواي بعيد عن الدايليما دي لو ان هو كان اللي دايجنوز. السبونتينوس بليدنج بقى يا جماعه بتاع الهيموفيلياس بيكون بالاشكال اللي حضراتكم شايفينها. المشكله بتاعتهم هياش هي عباره عن شويه الدم اللي بينزل, لا شويه الدم او عباره عن سبكيتينوس اكيوميليشنز اوف ذا بلاد اند ديفلوبمنت اوف ذس ديسكالريشن او الديفورميتي اللي بتحصل. لا مش هي دي المشكله, المشكله في الليت كومبليكيشنز اللي هي بتحصل وفي الجوينت افكت اللي هي بتكون موجوده والديفلوبمنت اوف وات وي كولد دي الهيموفيليك اوستيو ارثروباثي زي ما احنا هنشوف. احنا البرمن اللي هو الهيموفيليك اوستيو ارثروباثي اهي, واحنا قلنا الفاميلي هيستوريز وقلنا ان هي الموست كومن. الفيجرز ده مهم جدا, هو بيلخص لي منتهى البساطه ازاي بقدر ان انا اقسم الهيموفيليا از اكوردنج تو دي مايلد ومود تو سيفير ديبندنج اون دي ليفل اوف دي فاكتور افكتد وذر ات از ليس ذان 1 انترناشونال يونت او 1% اوف ذا نورمال اور ليس ذان 5 اور فروم 5 اب تو 14. طبعا الموست دينجرز بتاعتهم هي اول واحده, لان ده بيحصل له سبونتينوس بليدنج من غير اي واحد بيجي جنبه, سواء كان في المسل او في الجوينت او في الانتراكرينيال او في الجي اي تي which is the most dangerous areas. لو اننا جينا شفنا هنقول ان السيريوس ارياس اللي هتكون في الجوينت في المسل وفي الميوكاس ممبرين اللايف ثريتنينج انتراكرينيال ونيك وثروت والجي اي تي, والمانيفيستيشن بتاعتهم بتكون فاريبل. فيعني يا جماعه لما يجي لنا عيان عنده alternation of the level of conscious او عنده ماسيف هيديك او ان هو ويكون بيل, ما نستبعدش يا جماعه الهيموفيليا. يعني واحنا بناخد منه السامبلنج اللي احنا هنشوف منه بلاد جلوكوز والسي بي سي, برده نشوف البي تي والبي تي تي بتاعته. الانجري اوف ذا اي والسراوندنج اريا هيكون في بين وفي سويلنج. لو كان في النك هيديني سويلنج وبين في النك وديفيكولتي اوف سوالوينج. لو كان في الشست العيان ده هيبقى عنده ديفيكولتي اوف بريزنج وبيل سكين ولاك اوف انرجي. في الابدومين ودي في الحاله دي موجوده عندنا حاليا في التضامن, العيان جه يشتكي بسيفير lower abdominal pain وكان معاه blood in urine. دي المانيفيستيشن اللي العيان جالنا بيها, وهو العيان معروف انه هي ويل نون ان هو عنده سيفير هيموفيليا وان الفاكتور بتاعته less than 1, وللاسف الشديد ان هو كمان عنده انهبيتورز. لو انا جينا شو هنشوف الديفرنت سايز برضه من ضمن الحاجات اللي هي unlucky بالنسبه للبيشنت ان الهيمو ارثروزس بيريبريزنت 70 اب تو 80% من الليجنز اللي العيان بيتعرض له, وهو ده اللي بيدي له وات وي كولد دي الهيموفيليك ارثروباثيز اللي هو بتؤدي الى الجوينت لوس اوف جوينت فانكشنز وبيبقى هانديكاب بعدها, وبيضطر ان هو يا اما يعمل سينوفيكتومي او ريبليسمنت او ان هو بيضطر ان هو يسيبها وبيتعايش معاها بالطريقه دي. المصر والاذر ميجورز دي مش مشكلة, انا عايزه بس الكومبليكيشنز زي ما انا قلت لحضراتكم ان في اكيوت كومبليكيشن ودي مقدور عليها وفي ليت اونست كومبليكيشن. الاكيوت كومبليكيشنز اللي موجود فيها احنا هنقولها بالصورتين دول. تخيلوا ان حجم كل المصرز هيماتوما دي اللي انا بسميها سودو تيومر, هو فعلا بيبقى شكله زي سودو تيومر وبيربريزنت لونج تايم علشان خاطر ان هو يروح, وبياخد كميه كبيره من الفاكتور عشان تو بي كنترولد, يا اما ان هو بيحصل له الهيمو ارثروزز اللي احنا شايفينه الجهه الثانيه دي في الجوينت بليدنج. بعد كده العيان بيخش لي في ليت اونست كومبليكيشن ويبدا ان هو يحصل له ديفورميتي, والديفورميتي دي
هنلخصها في الرسمة دي، ان هو بيحصل دامج للبلد، دامج للبلد فيل جوينت، هيحصل لها some sort of inflammation، السينوفيتس هيحصل، الكاردريج هتبوظ، وهكذا هتقعد انها تمشي في فيجيس سيركل لغاية ما العيان ده يحصل له permanent دامج للجوينت، والجوينت بيحصل لها complete stiffness. وللأسف الشديد العيانين دول ما بيقالوش، بيبقوا irreversible وما لهمش اي علاج الا لما احنا زي ما قلت لحضراتكم بيحصل لهم يا اما synovitis synovectomy يا اما joint replacement. دي التارجت جوينت اللي احنا شايفينها، مفيش بوينتر. طيب اللي على الايد اللي بعيد خالص دي اللي جنب الدكتور نجيب دي، دي التارجت جوينت خلاص دي حصل لها كومبليت دامج، وده عباره عن الريفرسيبل، والعيان دوت مش هيبقى قادر ان هو يستخدم رجله تاني. طب ايه بقى الدياجنوستيك فاليوز، او اللي انا ابدا اللي انا افكر ازاي وافكر في مين وابدا اعمل ايه للعيان؟ انا كل اللي انا بعمله ان الام اول لما بتجي لي بتقول لي ان انا ابني بيطلع له بقع زرقاء كتير، طيب لما بيتعور اخباره ايه؟ طب الدم اللي بينزل منه شكله ايه؟ عمل عمليات قبل كده؟ عمل سيركمسيجن قبل كده؟ العيان دوت كل لما كان بيتعور كان بتقعدي انك انت يعني بينزف نزيف ناس في اكتر من اصحابه او من اهل من اخواته؟ اول حاجه بعملها بعمل السي بي سي. السي بي سي هنا يا جماعه it is not a direct investigation for the diagnosis of the hemophilia، لكن هي هتحدد لي اذا كان العيان دوت عنده ماسيف سيفير انيميا من الهيموجلوبين بتاعه، ولا ان البليتلت هي اللي افكتد. ما ممكن العيان دوت يكون عنده ثرومبوسيتوبينيا والبليدنج ده بيكون موجود، ولا اللي هو عنده ماسيف سيفير انفكشن من التوتال ليوكوسيتيك كاونت عنده كانت عاليه وعملت له سيبسيس وديت انيشيتد ان البليتلت عنده تتكسر. بعد كده ببدا ان انا اعمل له البي تي والبي تي تي وبعمل له الكلوتنج والبليدنج تايم. وحضراتكم كلكم عارفين ان البي تي ده بيكون عباره عن في الفاكتور 7، وفي حاله الهيموفيليا اي والبي بيكون نورمال. لو ان حصل برولونجيشن للفاكتور للبي تي تي ببدا ان انا اعمل اسيسمنت للفاكتور 8 والفاكتور 9، وبعدين لو ان دوت كانت الانيشال تايب اللي انا بشوف العيان ما بعملوش الانهبيتور، لكن لو ان هو كان عندي مستمر او داخل اوبريشن اف يو بليز لازم نعمل له الانهبيتورز قبل لما هو يخش ايه الاوبريشن، وبعدين بنعمل الجيناتيك ستادي عشان خاطر نعمل الجين ستادي اوف فاكتور 8 جين. بعمل له مانجمنت ازاي؟ فيزيكال ثيرابي ويت كنترول والانهبيتورز والاوبيويد عشان البين والسيرجيكال والجوينت ريبليسمنت. البرنسبل اوف كير بتاعي انا ايه الام بتاعي؟ انا عايز اعمل حاجتين، عايز اعمل بريفنشن اوفر ريكارنس اوفر بليدنج كل شويه، وعايزه اخلي العيان دوت مينتين الفانكشنز بتاعه الجوينت، وعايزه امنعه من هو يخش الكومبليكيشن. هو دوت الام بتاعي. لكن انا لو انا نجحت ان انا احقق الثلاثه دول يبقى انا خلاص كده بالنسبه له انا اديت له اللي هو عايزه. طيب انا عشان خاطر اعرف كده يبقى لازم ان انا اعرف اديتكت السبيسيفيك فاكتور وكميته قد ايه، وايه هو الـ هل هو سبونتينوس ولا وذ مايلد ولا مودريت تروما بيبدا ان هو يحصل له كده. انا خلاص عرفت كده ابدا ان انا حاجه اعمل حاجه اسمها كومبرهنسيف كير ستادينج، او ده عباره عن ايه؟ ان انا لازم العيان يا جماعه لو ان هو عباره عنده هيموفيليا، معلش انا بكلم الكلام ده كل اساسيتي الموجودين للاسف مفيش جينيور الموجودين ولا قليلين، لما يكون العيان ده عنده هيموفيليا وانا عارفه كده ما استناش لما ارفع السماعه واكلم الدكتوره سونيا، الدكتوره سونيا موبايلها مقفول طبعا الحمد لله ما بتحصلش ابدا، ولا هي مش بترد عليا، لازم الفاكتور بتاعه يتاخد within 2 hours. ليه؟ اشمعنى 2 hours؟ لان بعد كده انا كل ما بوستبون اليوز بتاعت الكواجيليشن فاكتورز العيان ده بيخش لي في الكومبليكيشن. النهارده هيبدا يحصل له شويه ساينوفيتس صغيره اللي بعدها يحصل له اكيوميليشن اوف بلاد اكتر، وانا اللي بعمل له الهانديكاب ده. فيعني اذا احنا كل دلوقتي بنعمل ايه؟ يبقى لازم اللي احنا نستارت الانتي كواجن. طب انا العيان ده انا جيت خدته والبي تي تي عنده برولونجت وبينزف وما عنديش معمل في المستشفى عشان اخر اقول ان دوت عباره عن فاكتور 8 او فاكتور 9 وده بياخد وقت، يا اما اللي انا بديله بلازما وكرايو برسيبتي او اديله نوفو 7 وانا وبسرع النتيجه بتاعت الفاكتور دي علشان خاطر ايه ان الفاكتور تيجي لي. في حاجه جميله جدا يا جماعه، العيان بتاع الهيموفيليا بيحس بنفسه قبل ما يحصل له البليدنج، بيجي يقول انا حاسس ان في دبابيس وفي تنجلينج في الحته دي،
الحته اللي هو بيشاور فيها على التنجنج والدبابيس هي دي اللي بيحصل له فيها الهيماتوما الرهيبه. فبتاع عيان الهيموفيليا لما يجي يقول لي كده ما خدهاش اقول اصل رجله ايه، اصلها رجله منمله. لا مش رجله منمله، دي ناخدها في الاعتبار كويس جدا. كمان التريتمنت بفاكتور شود بي انيشيتد، احنا قلنا ان هي بسرعه as soon as possible. طيب الدياجنوزيس بتاعنا بيعتمد على السيفيريتي بتاعه البليدنج ديس اوردرز، present or absent of the inhibitor، type of treatment اللي هو بياخده. هو في types في بلازما forms of factor وفي recumbent وفي combined. فطبعا ده مع عنوان محاضرة كامل، لكن ان هو عبارة عن السبتر اللي احنا بندي recumbent مش البلازما forms. الفينز بتاعت العيانين يا جماعة بتاعت الهيموفيليا لازم 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 ناخد بالنا منها، دي حياته دي عمره، لان لو الفينز بتاعه دي ربشرت او ما لقيتهاش العيان ده هيموت من النزيف. يبقى علشان كده لازم اللي احنا نستخدم له السايز من الكانيولاز اللي احنا نقولها، ولازم اللي احنا نعمل شويه حاجات بسرعه. ولو الام نصحه احنا بنقول لها على البرايز ده. ايه البرايز ده؟ البرايز ده اول بي هي عباره عن البروتكشن، انا بعمل له سبلنت. الار هي عباره عن الريست، ما يقعدش بقى يتحرك لي ويجري ويلعب ويحرك الجون بتاعته. وبعدين بحط له كمادات ثلج بكميات كبيره وبعمل له كومبريشن وبعمل اليفيشن. برايس متهيألي كلمه سهله ممكن اللي احنا كلنا نفتكرها وما ننساهاش. فاكتور 8 كونسنتريت، لازم اللي انا اعرف فاكتور اللي انا هستخدمه نوعه ايه، وايه هي الكميه اللي فيه، وايه هي اللايف سبان بتاعته. نعرف ان فاكتور 8 اللايف سبان بتاعته بيكون من 8 ل 12 ساعه، هاويفر ان فاكتور 9 بيكون من 18 ل 24 ساعه تو بي ريبيتد. فاحنا ما نعملش ريبيتيشن للفاكتور 8 بعد كل 24 ساعه يبقى انا كده ما بدلوش، وما اعملش للفاكتور 9 كل 12 ساعه يبقى انا بستخدم كوست بس بالنسبه للعيان او اللي انا بزود بتاعه. وبرده لازم نعرف ان كل يونت من الفاكتور اسمها ايه 8 بتزود لي الفاكتور بمقدار 2%. وده اللي انا ممكن اللي انا ابدا اللي انا احسبه عشان خاطر بقول انا هوصل لدار الامان ولا لا، العيان ده هيخش عمليات ولا مش هيخش عمليات. دي احنا قلناها ال 24 كده. دي الفاكتور ريبليسمنت في السيفير، لو ان هي والدوز بتاعته مش هنتكلم عليها لان دي عباره عن كلها ارقام ممكن اي حد فيكم عايز يصورها ياخدها، واللي احنا هناخدها ازاي وامتى هديها له، واذا كانت على الجوينت او المسل، واذا كانت عباره عن في الجي اي تي بتكون اكتر، لان انا عايزه الجي اي تي اوصلها لغايه 100% لان احنا قلنا دي وان اوف ذا لايف ثريتنينج كونديشنز. الهيستوري بتاعت الكلوتينج فاكتور دي احنا مش هنتكلم عليها لان دي حاجه ثيوريتيكال شويه. طب انا اعمل ازاي بقى، هي بقى دي المهمه، انا هعمل ازاي بروفلاكسز للعيان الغلبان اللي جاي عنده هيموفيليا. العيان بتاع الهيموفيليا ده يا جماعه من العيانين فعلا اللي انا بعتبرهم ميزرابل، انا بيصعبوا عليا جدا، لان العيان انا عندي عيان دلوقتي موجود في المستشفى كل ذنبه ان هو يبقى نايم بالليل عادي جدا، يصحى الصبح يلاقي ان هو مش قادر يحرك دراعه، لا النيه بتاعته افكتد. المشكله الكبرى اللي يحصل له الحاجات اللي هي سيريس او اللايف ثريتنج، يحصل له انترا ابدومينال هيماتوما كبيره لوحده. ده بقى اللي هو ايه، اللي هو سيفير فورم، فاكتور عنده ليس ذان 1% ان هو عنده انهيبيتورز. ده بقى يعني كمله الموضوع عنده كده. يبقى العيان ده من الناس اللي هم انديكيتور فور ذا يوز اوف ذا بروفلاكسيس. طب هل البروفلاكسيس ده افيلابل؟ هل ان هو عباره عن فعلا بيؤدي الى ان هي بيديني النتيجه التارجت؟ الحقيقه انا كان ليا الحمد لله شرف ان انا بدات ان انا استخدم البروفلاكسيس ده في بورسعيد من حوالي 8 شهور بس، لكن طبعا انا عايشه بقى معاهم بقى لي فتره طويله من المؤتمرات والاجتماعات وفي القاهره وفي عين شمس. استاذ الدكتور مجدي الاكيابي والاستاذه الدكتوره سونيا ادريس تولوا حقيقه الحته دي. اولا هو غالي جدا 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 ومكلف جدا 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 خصوصا في الناس الادلت، لان هو البرايس بتاعه بيعدي الالافات وممكن يعدي ال 100,000 في الجرعة على فكرة. لكن هل هو بيجيب نتيجة؟ بيجيب نتيجة. باختصار مفيد جدا ان الفاكتور او ان هي، على فكرة انا مش بعمل دعاية بقى لان دي ولا وهي مش سبونسر لاي شركة. هو عبارة عن دواء بس موجود في مصر واحد بس اسمه هيمليبرا. هو لغاية دلوقتي بس هو دواء واحد موجود اللي هو بيستخدم از بروفلاكتيك بالنسبة لفاكتور 8. طب مال هو بيعمل ايه؟ ايا بقى كان العيان دوت عنده انهبيتورز، عنده فاكتور ناقص، عنده مش عارف، بيخش ويروح ناطط الباس واي بتاعه ده ويروح جاي يعمل لي اكتيفيشن للفاكتور 10 ويكمل الباس واي، فبالتالي العيان كده بيبقى في امان.
طب هل العيان دوت اي حد ياخد البروفيلاكتيك ده؟ لا، البروفيلاكتيك ده كنا زمان بنقول ان هو هيتاخد من الاطفال اللي هو من سن 4 لغايه 12 سنه. طب ايش معنى الايدج ده؟ يعني هو الايدج دوت احسن من الناس الكبار؟ لا، الايدج ده الناس بيتحركوا فيه كتير والولاد بيقعوا فيه كتير، واللي في المدرسه والجري والخبط وكده. الحمد لله دلوقتي الهيملبرا اترفع او اتفتح لكل الناس وكل الناس بقوا بياخدوه. طب ايه هي التايبس بتاعه البروفيلاكسيس دي؟ في عندنا برايمري، في عندنا سكندري وتيرشري وانترميديت. كل واحد من دول ليه سيشن لوحده في كمحاضره، لان كل واحد من دول بيبقى ليه طريقه في الاعطاء، والدوز بتاعته اخباره ايه، ومين اللي بياخده وامتى بديه. لكن هو عشان خاطر احنا نلخص الموضوع بتاعه، هو ايه ما عادش بيشتغل ليه؟ وقف. احنا عشان خاطر ان احنا نلخص الموضوع، احنا هنقول ايه هي الدوز اللي احنا بنديها، وهل هو ليه لودنج دوز ولا مينتنس دوز، وان العيان دوت ان احنا بنستخدمه مع ايه. فالبروفيلاكتيك فاكتور ده الهوم ثيرابي احنا لسه هنشيل. نعم، هو دكتور هشام بيسأل حاجة؟ هو خلص؟ انا ماليش دعوة، انا تنزلت عن دوري. خلص؟ طيب، نعم. تسلم لي يا دكتور عطف، والله حضرتك تملي سبورت. طيب خلاص، اوكي. والله انا عديت حاجات كتير عشان بس اوصل للنقطه دي. دكتور هشام ودكتور عاطف بيه، انا بس عايزه اشوف ان العيان بتاع الهيموفيليا، يا جماعه لو سمحتوا عيان الهيموفيليا ما تجيش ام تيجي للدكتور بتاع الاطفال لو سمحت اديني روشته بان ابني ممنوع من الاكسرسايز، اديني روشته ان هو ممنوع ان هو يقف طابور. لا، الاكسرسايز ده مهم جدا جدا، لكن ما يبقاش ايوه ما يبقاش ان هو عباره ما رضوش ان هو يلعب لي كاراتيه، مش كده؟ يبقى الريجولر اكسرسايز اند اذر ميجربل ستيمولايز نورمال سايكوموتور ديفلوبمنت اند شود بي انكارج تو بروموت سترونج ماسل بالديفلوب بالانس اند كوردينيت الكوردينيشن اند امبروف فيتنس. لكن ان احنا وشود تو بي افويد مين بن افويد الهيفي اكسرسايز. رجل مونيتورنج، طبعا دكاتره الاسنان هيزعلوا مني، لازم هما بيعمل رجل مونيتورنج اند هيلث كومبليت هيلث اوف التيز، عشان خاطر ما يلجاش كل يوم ابني او حفيدي او جاري ان هو يروح لدكتور الاسنان. طب هيروح لدكتور الاسنان، يبقى لازم يرجع للدكتوره سونيا، لو سمحتي معلش اكتبي لي البروفيلاكتيك بيفور وديورنج اند افتر، مش كده؟ يبقى هو كده انا مش ببخل عليهم بالفلوس، لا انا ببقى خايفه من الديفلوبمنت بتاعه الانهيبيتورز، بس هو دوت الموضوع خوفي. الدراجز طبعا في دراجز شود بي افويدد، لكن الباراسيتامول الاسيتومينوفين ده يعتبر من السيف الترناتيف للكانالجيسك. قبل لما يخش اي عمليه لازم اعمل صوت يا جماعه الصوت. انا بفتكر بتخبط عشان حاجه تانية. شوف اللي بيقول عشان حاجه تانية، بس هو اذا كان مش عاجب المحاضره هخلص. والجود اورال هايجين هنعملها خلاص. احنا قلنا ان الانهيبيتورز بتكون ماتش مور كومن في الهيموفيليا اي رازر زان هيموفيليا بي. ولو انا عملت، هل كل يا جماعه الانتي بودز اللي بتتكون هي انهيبيتورز؟ لا، مش كل الانتي بودز اللي بتكون انهيبيتورز. فعشان خاطر لازم ان احنا نعرف امتى بعمل انهيبيتورز، امتى بقيس الانهيبيتورز. ودي يا جماعه رساله من الحاجات المهمه يا دكتور هشام اللي انت حضرتك المفروض تعرفها. يا دكتور هشام المفروض حضرتك تعرف دي، ان هي عباره لو انا اديت للعيان الفاكتور بتاعي كان ليس افكتيف، لو انا اديت له وكان داخل قبل العمليات، او لو كان عباره عن روتين سكريننج. بعد كده احنا قلنا ما هماش كل الناس ان هما انهيبيتورز، ودي الانهيبيتورز انا بقيسها ازاي؟ ما فيش وقت بقى ليها، بشوف التتر بتاعتها بيزيد ولا ما بيزيدش، بيقل ما بيقلش. طب هل في ريسك فاكتور عشان الانهيبيتورز دول يتكون؟ الريسك فاكتور دول يا اما انها بتكون جيناتكس، يا اما انفايرومنتال، يا اما اكوردنج تو ذا تايب اوف ذا انهيبيتورز. والتايب بتوع الانهيبيتورز دول مهمين جدا، اللي احنا قلنا هي عباره عن بلازما ديريفيتيفز ولا من الريكامبنت. نرجع بس للحته بتاعت
ده شكل الأدية هي دي اللي انا كنت عايزه اوصلها لحضرتكم، ان الدوز بتاعتهم بيكون 3 مللي جرام بير كي جي بير انجكشن، وده بيتعطى سب كيتونس انجكشن، وده بيتعطى كل اسبوع لمده 4 اسابيع. على فكره انتوا ما تتخيلوش البرايس بتاع الحاجات دي، يعني احنا عندنا الطفل اللي هو الوزن بتاعه 26 كيلو بياخد الدوز بتاعته الواحده ب 78,000 جنيه، الكبار بقى بتعدي 300,000 جنيه. لكن في الحقيقه دكتور عاطف انا كنت في الاول ما كنتش متخيله الامارفس افكت بتاعها. احنا عندنا عيان بياخدوا دلوقتي ما شاء الله ما شاء الله، يعني بياخدوا بقاله 8 شهور ما جالوش ولا مره بليدنج تيل ناو. نعم الحمد لله. لا الحمد لله مكبر بالتامين، ما لو ما كانش مكبر بالتامين ما كنتش قلت يعني طبعا. بعد كده المينتنس دوز يا جماعه، يا اما ان هو بياخد ذا سيم دوز اللي هي 3 مللي جرام بير كي جي كل اسبوعين، يا اما بياخد 1.5 مللي جرام بير كي جي كل اسبوع. دي اللي عباره عن هو بيعمل ايه. الكومبرهنسيف كير ده بيكون مفروض ان هو يكون فيه سايكتريست وفيه دنتست وفيه اورثوبيست وفيزيوثيرابي، ولازم يكون فيه على حد من اللاب يكون محترم بيشتغل معانا بيبقى فاهم شغلنا، وان هو بيقدر او ان هو بيبروسيد ان هو يعمل حاجه تانية. والله انا مش دكتور طاهر موجود، انا بشكره من قلبي، لان احنا عمره ما ان هو عملنا في حاجه الا ما بيعمل كل الانفستيجيشن الثانيه اللي احنا ما طلبناهاش علشان خاطر انه عباره عن يجو للدايجنوزز. طبعا السايكوسوشيال اكسبرت لازم يكون موجودين، لان اول ممبر اوف ذا كور تيم شود هاف ان اكسبرت اند جود اكسبيرينس عن الهيموفيليا. ويا دي يا جماعه معلش انا مش بقول على ان الزملاء، لكن احنا لازم نعرف ان كل واحد فينا ليه اريا بيشتغل فيها. انا ما اقدرش اقول ان واحد بروفيشنال من البروفيشنال بتاع الجراحه ممكن انا اسلمه حد بتاع هيموفيليا يفتح له ابسس، لا ما اقدرش. فالكومبرهنسيف تيم ده بيكون ناس درسوا ازاي هاو تو ديل وذ ا كيس اوف هيموفيليا، وانا ماسك المشره لو عملت فتحه قد ايه، لو اديت له قد ايه، لو انا جيت قلت له. والحاجه اللي كنت بقولها للدكتور شريف دلوقتي ان الناس بتوع الكلينيكال فارماسي لما بنيجي نحسب الدوز حتى بتاع الكواجيليشن فاكتور بيقول لنا ده السيرجيكال انترفيرنس ولا ده مينتنس ولا دوت لودنج. فدي برده من ضمن الحاجات المهمه. الفيزيكال اكتيفيتي احنا قلناها، والادجوفنت ثيرابي لو ان هو عباره يعني دي برضو احنا ممكن البرايس احنا قلناها. الهوم ثيرابي بقى عشان خاطر ما تضايقوش، هوم ثيرابي تقلوا ان ايميديت اكسس فور ذا كلوتنج فاكتور، واحنا قلنا ان هي لازم انها تتم في خلال ساعتين، وان فيرذر امبروفمنت ان ذا كواليتي اوف لايف بانكلود جريت فريدم اند ترافل اوف ذا بارتيزن تو ذا فيزيكال اكتيفيتيز. والفيزيكال اكتيفيتيز انا بقعد اعيد وازيد فيها، لان الناس بيقولي وانا ببقى زعلانه جدا جدا من الدكتور اللي بيقول لهم روحوا خدوا، يعني من الدكتوره ورقه بتقول ان هو ما يقفش طابور ما يلعبش رياضه، لا العب بس خد بالك من نفسك وانت بتلعب. الهوم ثيرابي از فيري 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 امبورتنت. ليه بقى الهوم ثيرابي؟ لان دي عدت امبورتنت، لان الام لما بتعمل له بروتكشن، لما بتحط له الايس، لما بتعمل له اليفيشن، لما بتعمل له كومبريشن، ده ممكن يفيدني في 3 حاجات. اول حاجه ان هي بتعمل لي ليميتيشن لكميه الـ خلاص يا دكتور اسامه كميه الدم اللي هيفقد. تاني حاجه ان هي هتحافظ لي ان الكميه اللي هو هيحتاجها للثيرابي هتكون اقل. تالت حاجه لو انه بينه وبين الدكتور او بينه وبين المستشفى اللي رايح لها مده طويله مش هيحصل الناس بصوره مستمره. عشان كده الهوم تريتمنت شود بي اوكير. General knowledge must be given for every person related to medicine عن الهيموفيليا. وطبعا لازم اعمل general orientation بالنسبة للام والاب والناس اللي حواليه، لو حصل كده اعمل كده، لو حصل كده اعمل كده. ويا جماعة لو سمحتوا هم في جمعية الهلال المصري عاملين كارت، الكارت ده مفيد جدا، كان زمان معمول فيه اسم العيان وان هو عنده هيموفيليا ايه، دلوقتي حدثوه بقى عنده اسمه وعنده نوع الهيموفيليا اللي عنده وهو نوع الديجري بتاعته او السيفيرتي اخبارها ايه، معاه انهبيتور او معهوش انهبيتورز. العيان دوت الاسبرين بتاعه يعني الكارت حقيقة الايام دي عملوا له موديفيكيشن بطريقه حلوه جدا. ناخد بالنا من الفينز بتاعته، ربنا يخليكم، لان دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنتعب فيها. وبعدين خلاص احنا عايزين ننام بقى. ثانك يو. شكرا دكتوره سنية الشرقاوي، حقيقي محاضره جميله جدا، ونشكر دكتور اسامه حسين على الدعوه الكريمه. حقيقي دكتور احنا ما نقدرش ما نكلمش حضرتك على كل حاله دم حقيقي يعني
بالظبط، والعيان بيستفاد جدا. حضرتك يعني فرقتي مع كل بورسعيد حقيقي، يعني بنشكر حضرتك جدا يا دكتور. مرسي دكتورة هبة يوسف.